كأن عجلة التاريخ تعيد نفسها من جديد. فخلال سنوات 1965، 1981، 1984 و2016، عرف المغرب مواجهات متجددة بمطالب اجتماعية اتسمت بالعنف بين المخزن وحركات احتجاجية. بموازاتها تم إلقاء القبض على أطفال صغار شاركوا في هذه الاحتجاجات والحكم عليهم بسنوات سجنية مختلفة، لذا تمت تسميتهم بأطفال المعتقلات. آخرهم كان الطفل محمود مهنوش البالغ من العمر 15 سنة بعد اعتقاله في حرك الريف. من يكون هذا الطفل؟ وكيف خاض تجربة الاعتقال؟ وكيف قضى 4 سنوات خلف قضبان السجن؟ وكيف خاض تجربة الإضراب عن الطعام؟ وما هي الآثار المترتبة عن الاعتقال على شخصيته وعلى نفسيته؟ كان مقتل بائع السمك محسن فكري في حاوية للنفايات في مدينة الحسيمة الواقع شمال المغرب في أكتوبر 2016 سببا في إشعال شرارة فتيل حرك الريف، والذي شهد تظاهرات عارمة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية وإنشاء مشاريع تنموية وبالتالي إنهاء التهميش التي عانت منه المنطقة لعقود طويلة. واعتقلت السلطات العديد من المتظاهرين بين ماي ويوليو 2017، من بينهم ناصر الزفزافي الذي يعتبر أبرز وجوه الحراك، ومحمود مهنوش. أصغر المعتقلين السياسيين سنا ب15 عاما حينها. حكم على الزفزافي في يوليو 2018 بالسجن 20 سنة، وعلى 49 آخرين فترات تتراوح بين 2 و15 سنة، من بينهم الطفل محمود مهنوش الذي نال حكما قاسيا بالسجن النافذ ل15 سنة، بينما أفرج عن 24 معتقلا إطر عفو ملكي في يوليوز 2020. أثناء أطوار المحاكمة قال الطفل مهنوش، والذي كان يرتدي جلبابا ريفيا وطاقية على رأسه عليها ألوان العلم الأمازيغي: سيد الرئيس، سأحكي لكم اليوم قصة حزينة جدا. من هول ما حصل معي لا أجد ما أبتدئ به من كلمات. وتحدث عن طريقة اعتقاله قائلا: كان أول أيام رمضان على الساعة 6 صباحا حين استيقظت على صوت صراخ إخوتي ووالدي حتى اعتقدت أنه زلزال، ليتبين فيما بعد أنهم جاءوا لاعتقالي. وتابع مهنوش: أحدهم قال لي: تمتع بالشمس لأنك لن تراها من بعد. وعند وصولي إلى الدار البيضاء تعرضت للضرب، فلو كنت قاتل مراس سيد الرئيس لا يجب أن يعاملونني هكذا. مضيفا: لقد كتبت كتابا في زنزانة سيد الرئيس، وضعت له عنوانا 5 أيام في الظلام، أحكي فيه ما تعرضت له عندما كنت في مقر الفرقة الوطنية بالدار البيضاء. بدأ الزفزافي ومحمود مهنوش في خوض إضرابات عن الطعام إلى جانب باقي المعتقلين، وأدت إلى تدهور حالتهم الصحية. واعتبرت هيئة الدفاع أن حالة محمود مهنوش الصحية في غاية التدهور بعد يومه 14 من الإضراب عن الطعام الذي بدأه في 3 فبراير 2021، حيث تعرض لمعاملات حاطة بالكرامة، منها تصفير يديه إلى الوراء والطواف به على أجنحة السجن في ممارسة تنتمي إلى عبودة الرصاص. بائدة عن الطفل نفسيا بشكل كبير جراء الاعتقال، وأبدى شجاعة كبيرة في مقاومة أشكال الاعتقال المفروضة عليه.
وأشارت هيئة الدفاع التي كانت تتابع ملفه إلى أنه على الرغم من محاولاتها التي وصلت إلى حد التوسل إلى محمود بوهنوج من أجل وقف إضرابه عن الطعام، إلا أنه ظل مصرا على موقفه، مؤكدا أنه لا يثق مطلقا بوعود مدير المؤسسة السجنية، وأن ما أهم مطالبه هو إخراجه من المكان الذي يوجد فيه مع المعتقلين المصنفين خطيرين والذين يستفزونه ويتحرشون به معنويا. وحسب المحامي خالد أمعز عضو هيئة الدفاع عن معتقل حراك الريف أن حالة المعتقل محمود بوهنوج الصحية كانت متدهورة للغاية بعد 14 يوما من الإضراب عن الطعام، حيث سببت له هزالا شديدا استدعى نقله إلى إحدى غرف مصحة السجن يوم الاثنين 15 فبراير 2021، لافتا إلى أنه أخبره خلال زيارته عن تعرضه لمعاملة حاطة بالكرامة تمثلت بتصفيد يديه إلى الوراء والطواف به على أزنحة السجن، فضلا عن إيداعه في مصحة تشبه السجن الانفرادي قبل أن يعلق إضرابه عن الطعام في وقت لاحق، وأولا إلى سجن سلوان بن ناظور وهو أصغر معتقل حراك الريف، وتمت إدانته ب15 سنة من السجن النافذ، وقد شمله العفو الملكي في عيد الفطر رمضان 2021 بعد أن قضى 4 سنوات داخل المؤسسات السجنية إلى جانب 17 آخرين من المعتقلين من حراك الريف تم الإفراج عنهم. ومن مقطع بليغ لرسالة لأسماء الوديع كتبت: تذكرت موقفك شجاع وأنت تواجه تهما ثقيلة بابتسامة الواثق وثبات المؤمن بعدالة القضية، كن قويا في هدوء، تحية لك أيها الشامخ شموخ الريف، وعهدا أن نلتقي يوما خارج الأسوار والزنازل، وأن تعود لحضن ذويك وأهلك لا يفل فورك من عزيمتك شيء. كان معكم عبد الله. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.